صندوق الإذاعة والتدبير فخورون أنه تم الإشراك ديالنا في هذا العرس الوطني تحت القيادة الرشيدة صاحب جلال الله ينصره. وسيساهم صندوق الإذاعة والتدبير في إطار المهام ديالو والدور ديالو في التمويل في تعبئة التمويلات الخاصة لإنجاز هذا البرنامج ديال تجهيز وإعادة تأهيل الملاعب اللي تحتضن هذا العرس الوطني إن شاء الله.